يوصف البيت بأنه مملكة الزوجة وأنها هي من تبنيه من الداخل والخارج، فعادة الزوج ما عليه إلا أن يقول تم ويعبر عن إعجابه بالبيت بعد انتهائه حتى لو مو بعاجبه. ولكن هل كل الأزواج يعطون الزوجة حق اختيار الأثاث؟ وفي حال اختلفت الأذواق رأي من سيغلب؟ نحن سألنا من يجب أن يختار أثاث المنزل، وخلونا نشوف شو كانت الإجابات. مشاركة بين الزوج إن شاء الله والزوجة، إن هي حاجة هما الاتنين بيقعدوا فيها، يعني مش اختيار شخصي بس إن أنا بس اللي أختار. يعني مثلا الألوان تبقى متوافقة، هو مثلا ما اختارش لون هو مش يحبه كده، يعني في اختيار الأساس لازم يكون مشاركة. والله هو المفروض الزوجة هي اللي تختاره، لأن هي ده يعني زي ما بيقولوا ده جنتها، يعني دي حريتها، وهي اللي المفروض يعني في عندنا بيقولوا مملكتها، فهي المفروض هي اللي تنقي كل حاجة بالنسبة لأساس البيت. يعني الزوجة هي لازم تختار أساس البيت، لأن هي أساس البيت، هي يعني ربة المنزل اللي بتعرف تحط كل حاجة فين، اللي لها رؤية أفضل وذوق أفضل. وللحديث أكثر عن من يختار أثاث المنزل، الزوج أم الزوجة، يسعدنا أن نستضيف مهندسة الديكور رنا الغصيني. حياة الله ويانا. هلا ابتهال. أهلا مهندسة رنا. أهلا فيك. شرفتينا في الاستوديو. وأنت شو رأيك؟ يعني خبرينا عن الجواب، من مهندس الديكور، الرجل أم المرأة؟ أنا مع المشاركة. نعم. يعني أنا بعتبر ذوق الرجل لا يقل أهمية عن ذوق المرأة، ولكن بحكم الرجل، بحكم شغله، بحكم طبعه، بيتجه أكثر للأشياء من الناحية العملية، ولكن الزوجة بتبقى بتتدخل بتفاصيل أكثر، يعني بتفوت بتفاصيل من الناحية الجمالية، من الناحية العملية أكثر، تحديداً كمان إذا كان في أولاد البيت. فأنا مع المشاركة بس لحد معين. يعني ولكن ماذا لو لم يتفق الزوجان؟ مثل ما أنت بلشت حديثك أنه نحن البيت هو مملكتنا، مملكة الزوج، مملكة الزوجة، حتى مملكة الأولاد الموجودين فيه. أي شخص عم يتشارك بمحل له الحق أنه يعطي رأيه، لأنه بالنتيجة اللي نحن عم نشوفه كان من ألوان، من نخوشات، من تصاميم، هي عم تنعكس على نفسيتنا ونحن عم نعطيها من روحنا. فلازم لحد معين يكون أنا مع أنه الزوج يكون مشترك، يمكن ما يدخل كتير بتفاصيل، يمكن بالإشياء مثل ما حكينا رجال بطبعه بحب الإشياء العملية، بهمه عندي 1 2 3. صحيح. أنا هودي اللي محتاجهم، ماني محتاج أكثر من هيك. هيا أخذنا للسؤال الثاني عن إن كان مهندس أو مهندسة ديكور، طبعا نتحدث عن البيت والمنزل، هل هنالك اختلاف في الأذواق بحسب النظرة الفنية؟ يعني نشوف مثلا كل المهندسين، يعني كل الرجال لهم نفس الذوق وكل النساء لهن نفس الذوق؟ أكيد أم يختلف حسب الشخص؟ طبعا بيختلف حسب الشخص. يعني نحن اللي أنت ممكن الألوان اللي بتعجبك وبتشوفيها فيها حلوة، يمكن بنظري أنا ممكن تكون ألوان متعبة، والعكس صحيح. كل شخص عنده ذوقه، عنده شخصيته، شخصيته هي اللي بحطها. حتى لو أنت بتجيبي نفس الفرش وبتحطيه ببيت شخصين مختلفين، كل واحد بطريقة من الطرق بده يضيف لإلها لمسة، لمسة منه اللي بتبقى هي من روحه ومن حياته اليومية. فأكيد صحيح. كل شخص له ذوقه. مهندسة رنا، بحكم خبرتك، يعني أكيد أنت هندستي ديكور لكثير من البيوت، ولكن شو حسيتي من كان المسيطر أكثر، الرجل أم المرأة؟ إذا بنحكي بالصراحة ومنحكي بمجتمعنا الشرقي، نعم، بحس دائما المرأة أول شغلة، المرأة بطبيعة تكوينها بتحب الجمال. صحيح. هي مش بس من مجتمعنا، بالعالم. نعم. كله المرأة بتسعى للجمال، حتى النساء بيروحوا بغيروا ديكورات بيوتهم مش لأنه للحاجة، ولكن للراحة النفسية. يعني بتعرفي من حالك، نحن مجرد إضافة كتير صغيرة ببيوتنا بتخلينا نحس حالنا أنه بسعادة. المرأة دايما عم تسعى أنه هي تعطي جو بيتها جو دافئ، إن كان من ناحية التصاميم، من ناحية الألوان، بكل تفاصيله. بعتقد الرجال ما بيدخل بهالتفاصيل هالقد. نعم، يحبذ العملية. صح. دكتورة مهندسة رنا، الحين خبرينا عن النصائح. يعني أكيد يتغير الأثاث حسب حجم المنزل. طبعا. فنقول المنزل الصغير والمنزل الأكبر، شو نوع الأثاث اللي يناسب كل واحد؟
اول شغله هي كثير نحن هالفتره صرنا عم نعاني منها، ما عدنا معودين على البيوت اللي كثير كبيره مثل ما كانت من زمان. يمكن اكثر نقطه انه الناس شو بي لما بتكون المنزل صغير، بعتقد هيدا سؤالك، كيف نحن فينا نعالجها او بنحكي عن اثنين مع بعض؟ نتحدث عن كل نوع بطريقه منفصله. يعني نتحدث عن الصغير اولا. لما بيكون المنزل صغير اول شغله لازم ننتبه لانه نبتعد عن الالوان الغامقه. دائما الالوان الغامقه بتزغر المحل. نحن قد ما فينا نروح على الالوان الفاتحه. لما بدنا نختار الفرش اللي موجود عندنا كمان يكون الفرش بلون موحد، يعني ما نكتر النقوشات، ما نكتر الالوان، لانه كل هالاضافات اللي انا بنظري بالمنزل الصغير ما إلها لزوم، هي عم بتحسسك انه بخنقه، عم تخنقه للمحل. كمان مثل ما الفرش اللي موجود معنا هون، نجرب قد ما فينا يكون الفرش الموجود عندنا رجلين ظاهرين، يعني يكون في مدى، ما نروح على الفرش اللي كثير كبير اللي بياخذ مساحه كثير كبيره. كل ما كان نحن عندنا الفرش انعم، كل ما هو دخل الاضاءه صارت اكثر. حتى فينا نروح على الاشياء اللي فيها لمعه، يعني مثل ما نحن شايفين باستخدام الكروم بتحس يعني مثل كانك عم تضحكي على العين، انه في عندك وسع، في عندك اضاءه زياده. واهم نقطه كمان اذا كان مستحب او قادرين يعملوها، نزيد مرايا بالبيت. يعني بازاده كل ما حطينا مرايا اكثر، كل ما حسينا انه نحن عندنا مساحه اكثر، المساحه أكبر. نعم. ننتبه على الاضاءه، يعني اذا كان عندنا شباك موجود نجرب قد ما فينا نسمح لها الاضاءه تدخل على قلب بيتنا، او حتى الستاير اللي تكون موجوده ما تكون ستاير كثير سميكه. يعني لازم يكون الحرص باختيار الخامات اللي كمان عم نستخدمها. مثل ما برجع وبقول، ما نروح كثير على الاشياء اللي فيها نقوشات كثير، فيها الوان كثير. ماذا عن الالوان المناسبه للمنزل الصغير؟ للمنزل الصغير بنروح على الالوان الفاتحه، بنروح على الالوان اللي نحن بنسميها نيوترال او الالوان الحياديه، بنروح على الالوان البيج مش الاغمق شوي، مشتقاته، حتى اللايت اللي بدنا نستخدمها نروح قد ما فينا على اشياء فيها ازاز، فيها زجاج، فيها كروم. كل هالانعكاس اللي عم بيصير بالتالي بحسسنا بيهمنا انه نحن عندنا مساحه اكبر. ولكن ممكن البعض يعتبره انه شوي ممل، فممكن الوان ثانيه تكسرها، يعني مثلا اذا استخدمنا لون موحد للاثاث يكون في كسره من لون ثاني للمخدات او شيء. ما هي اللي بدي اقول لك اياها، نحن بنحكي الاشياء الستيتمنت او القطع الكبيره اللي كثير اخذه حيز من المحل تروح على لون موحد. مش شرط اذا نحن مستخدمين الكنب مثل اللون الليلك اللي موجود معنا. نعم. مش شرط الجدران تكون نفس اللون، فينا نحن نلعب على الكوشنز الموجودين عندنا، على الوسائد الموجوده، نلعب بالوانها، نلعب بخاماتها، ولكن الاشياء اللي اخذه المساحه الاكبر تكون قد ما فينا تكون الوان رايقه، الوان ما تخنق المحل اللي نحن موجودين فيه. إذا كلها عبارة عن خدع بصرية. خدع بصرية مش أكثر. ماذا عن المنزل الكبير؟ المنزل الكبير بنروح بالعكس. يعني كل ما كبر المنزل نحن بدنا نغمق بالالوان، حتى نحن بنقول حتى نكمش مع بعض، يعني فينا نروح على نقوشات اكثر، فينا نكثر الاكسسوارات. يعني بالمنزل الصغير يمكن ما حكيت انا انه ما نروح كثير على الاكسسوارات اللي معودين عليها، كثير اكسسوارات وكثير صغار. بالعكس نروح على وحده تكون مميزه، تكون حتى لو كبيره شوي تكون محطوطه بمحل تلفت النظر. بالمنزل الكبير بدنا نلعب اكثر على الجدران، بدنا نلعب على ورق الجدران، بنلعب على الباترنز، يعني على كمان حتى بالفابريك فينا نختار اكثر من وحده، ممكن نروح على المقلم، فينا نروح على المعرق مع بعض، حتى كمان نلعب على النظر ونحسس انه المحل اصغر. جميل جدا. حتى اظن اذا استخدمنا نباتات في المنزل للمنزل الصغير تكون مثلا اهدى، او يعني مو مثلا اللون الاحمر اللون الاصفر، يعني تكون الوان هاديه ام لا، يعني ما يفرق نوع لا. النباتات هلا بالنباتات فينا نحن نشتغل على الورق تبع النبات. نعم. يعني بالمنطق كل ما كانت المساحه اكبر اللي حطيتي زرع كثير صغير ما راح يبين. أكيد. ما راح يبين بالمساحه الموجوده معنا، مش غلط انه يكون موجود ممكن على طاوله الوسط على محل جانبي، ولكن نحن بدنا نشتغل كيف القياسات اللي موجوده معنا وتكون متناسبه. يعني انا بالمنزل الصغير ممكن اجيب كنب مهضوم صغير قياسه منه كبير، مش منطقي انه حط زرع حد منه تكون اكبر منه، يعني تكون هي اللي مليت لي المحل، مع انه انا دائما بحب انه الزرع يكون موجود شو ما كان قياس المنزل. الزرع بيعطي طاقه ايجابيه، بيعطي هيك روح حلوه
للبيت. تحدثنا عن غرفة المعيشة، ولكن ماذا عن الغرف؟ غرف النوم. نعم. من ناحية كمان إذا كانوا كبار أو كانوا صغار. نعم. عادة بغرف النوم كل ما كانت الغرفة أصغر كل ما نحن منروح على الأشياء الناعمة، الأشياء الأهدى، حتى لما نحن منا نفرش التخت. على فكرة كتير دارج هلأ خطوط الطول، دايما خطوط الطول بتعطي مدى، يعني إذا نحن كان عندنا معنا ارتفاع كتير عالي بغرفة النوم نحن فينا نستعمل ورق جدران ويكون مقلم، حتى ما نروح كله عم نقول نحن كله ألوان ما فيها أبدا ولا نقشة، فينا نروح على المقلم بالطول، بس نعرف شو نختار ألوان، ما نحط ألوان كتير غامقة. إذا كانت الغرفة كبيرة فينا نغمق، ولكن إذا الغرفة صغيرة فينا نروح على الألوان الهادية، نروح على نقوشات بالطول بيعطينا مدى، بيضحك على نظرنا إنه نحن عنا ارتفاع أكتر من الارتفاع الموجود. ماذا عن الألوان اللي ترندي الحين، يعني اللي الدارجة في هذا الموسم؟ الحلو بالألوان هلأ إنه صارت ألوان عم بتحاكي هالجيل العملي، إنه نحن بدنا لون عملي، يعني نحن كنا متعارف عليه من زمان عنا لون بيج وعنا لون رمادي. صحيح. هلأ صار في الجمع اللي هو لون الجريج، اللي هو مزيج بين الجري والبيج. هيدا اللون شو اللي بيميزه؟ هيدا من كتير الألوان الدارجة. أول شيء اللي بيميزه إنه اللي استخدمتيه مع ألوان نارية كتير بيطلع حلو، اللي استخدمتيه مع ألوان باردة بيطلع حلو، يعني هيدا من أكتر الألوان المستخدمة. عنا اللون اللي كتير دارج كمان هو اللون، هيدا اللون اللي فيه ليلك الأكتر، اللي جاي على ليلك، وهلأ كمان رح أحكي عنه. في لون الضبابي اللي بيجي أفتح من الكنب اللي موجود عندكم بالاستوديو، اللي هو بيجي البيس تبعه الأبيض ولكن داخل بتركيبته الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح، يعني قدي حلو هيدا بغرف النوم من أجمل الألوان المستخدمة، لأنه نحن بغرف النوم أكتر محل من نحب نغير كل فترة منمل أنه نحن ما نغير الكوفرز الموجودين عنا. أحيانا بتحتاري إذا أنت مقيدة بلون الجدران بتحتاري يمكن يلبق يمكن ما يلبق، فالألوان اللي أنا عم عدلك إياها هي دايما ألوان عملية محايدة، يعني بتلبق، حتى بتلبق مع الطراز الكلاسيكي وبتلبق مع الطراز العصري. وعندنا بالتالي لون الكركم، يعني حتى بتعرفي من الفاشن هلا قد ايه الماسترد كولر. نعم. هو ترند، حتى نحن عندنا بالتصاميم الداخليه لون الماسترد كثير دارج، ولكن نعرف كيف نستخدمه، مش يعني انا رح بقول الماسترد يصير الفرش كله باللون الماسترد، لازم يكون نعرف نختار اي قطعه وتكون محطوطه بالمحل ونوازن فيه. شكرا مهندسه رنا، ومعلومه مفيده جدا، لأول مرة أعرف اللول جريج، ومعلومات مفيدة ونصائح جميلة. شكراً لوقتك. شكراً كثير إليك. ومستمرين معكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل.